نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين وممثلو ومحامو عائلات الشهداء يسلمون غدا في محكمة الجنايات الدولية ملف الشكوى القانونية الرسمية بقضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة أمام المحكمة الجنائية الدولية. حول هذا الموضوع متابعينا يسعدنا أن نستضيف السيد عمر نزال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين. سيد عمر أهلا ومرحبا بك. أهلا بك يا سيد مساك ومساء المستمعين. أهلا ومرحبا. يعني كما ذكرنا غدا ستقومون بتسليم الشكوى القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية. أهمية تسليم هذا الملف وإلى ماذا استندت نقابة الصحفيين من أدلة لتقديم هذا الملف؟ نعم، بعد يعني 4 شهور أو أكثر على استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلي وتقديم البلاغ الأولي في حينه لمحكمة الجنايات الدولية، وبعد أن استنفذت الطرف الفلسطيني تحقيقه وصدر تقرير النيابة العامة الفلسطينية واستنفذ جيش الاحتلال تحقيقه وأصدر تقريره قبل حوالي 2 أسبوع الذي لم يجب عن أي من الأسئلة المهمة، باتت كل يعني معالم الدعوة جاهزة للتسليم للجنائية الدولية، وقد عمل عليها مكتب المحاماة الدولي منذ وقوع الحادثة بشكل حثيث وبطريقة محكمة، وستقدم غدا إلى مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، وهي يعني وفقا لتقديرات المحامين قضية قوية ومكتملة وفيها كل عناصر القوة التي تلزم المدعي العام بفتح تحقيق مباشر في هذه الجريمة ومن ثم ملاحقة قادة الاحتلال على هذه الجريمة، سواء جريمة استشهاد الزميلة شيرين أو الشروع بالقتل للزميلين علي الصمودي وشذا حنايشي. نعم، هل تتوقعون من محكمة الجنايات الدولية إجراء تحقيق شفاف ومهني في قضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، وإلى جانب ذلك إمكانية عرقلة إسرائيل لملف التحقيق في المحكمة؟ نعم، بكل تأكيد إسرائيل ستسعى بكل قوتها لعرقلة يعني إجراءات التقاضي أمام المحكمة الدولية، خاصة وأننا نعلم بأن المدعي العام الحالي للجنائية الدولية كريم خان هو من المعسكر المعادي لشعبنا ومنحاز للاستعمار ولأمريكا ولإسرائيل، ولكن مع ذلك هذه منظومة دولية متكاملة، نحن علينا أن نضغط وكل العالم الحر عليها أن يضغط من أجل فتح تحقيق مباشر في هذه القضية وأن يواجه كافة الضغوطات ومحاولات التهرب من قبل الاحتلال من هذه المسألة، ونحن متسلحين بموقف دولي واسع من الاتحاد الدولي للصحفيين الذي يضم 680 ألف صحفي حول العالم بما في ذلك صحفيون من الولايات المتحدة الأمريكية الذين أيضا أيدوا التوجه للجنائية الدولية، وبالتالي لدينا كل أوراق القوة في هذا الملف، ونعرف بأن المسألة ليست سهلة وأنها بحاجة لنضال. إيداع القضية يوم غد هو بداية لمعركة طويلة، علينا جميعا أن يعني نبذل كل الجهود الممكنة من أجل إنجاحها وتحقيق المطلب الدولي، مطلب الاتحاد الدولي للصحفيين ومطلب الأمم المتحدة بعدم إفلات قتلة الصحفيين من العقاب. هذا تحدي جدي أمام المجتمع الدولي وأمام المنظومة الدولية برمتها. نعم، الخطوات التي تلي صدور نتائج التحقيق التي ستقومون بها من نقابة الصحفيين وأيضا الحكومة الفلسطينية؟ التحقيق الفلسطيني انتهى وهو جزء من الملف الذي سيودع غدا أمام الجنائية الدولية بما في ذلك تقرير النيابة العامة الفلسطينية وتقرير التشريح وبصمات الرصاصة، كل هذه المسائل ستكون ضمن ملف الدعوة. الخطوات القادمة هي انتظار فترة مؤقتة لحين تلقي رد من الجنائية الدولية حول استلام الدعوة، من ثم الشروع بفتح التحقيق وبدء الإجراءات القضائية، وإذا شعرنا بأن هناك تلكؤ في هذه الخطوة نحن متفقون وأطراف دولية عديدة أن نبدأ بحملات ضغط دولي على الجنائية الدولية وعلى كريم خان مدعي الجنايات الدولية حتى يرضخ
تستجيب لهذا المطلب، وكما قلت نحن نتسلح بدعم دولي واسع في هذه المسألة، وطبيعة الملف والطريقة التي صيغ بها تلزم المجتمع الدولي بالتحرك وبتحقيق العدالة لشيرين، خاصة مع كل التفاعلات الدولية التي حصلت حول هذه القضية منذ لحظة استشهاد الزميلة شيرين وحتى الآن، تشجع ويعني تقدم ما يمكن التفاؤل بشأنه بأن يكون هذه المرة هذا الملف جديا، وأن يحاسب قادة الاحتلال المرة الأولى على كل هذه الجرائم. نعم، طيب سيد عمر، ملف اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلي ليس الملف الأول الذي تقوم برفعه نقابة الصحفيين أمام الجنائية الدولية، فمن قبله قمتم برفع قضية اغتيال صحفيين خلال تغطيتهم مسيرات العودة في قطاع غزة، وأيضا استهداف الاحتلال للمؤسسات الإعلامية خلال عدوانه على القطاع. إلى أين وصلت الأمور في هذه القضايا، وأيضا أهمية تحويل قضايا اعتداءات الاحتلال إلى قضايا رأي عام وقضايا رأي عام لتشكيل رأي عام تجاه هذه القضايا؟ نعم، يعني هذه القضايا التي تلقينا بلاغا بشأن قبولها في شهر نيسان من هذا العام، حتى الآن لم تحرك يعني أي تحقيقات جدية بشأن هذه القضايا، لهذا نحن أدرجنا أيضا هذه القضايا في ملف الشهيدة شيرين من نوع التذكير بأن جرائم سابقة قد ارتكبت بحق الشهيدين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، وبحق الزميلين معاذ عمارني ونضال الشيء، وبحق يعني المكرات الإعلامية التي قصفت في غزة في أيام من العام الماضي، هناك تذكير في اللائحة الجديدة بشأن هذه القضايا، وهذا باعتقادي يعطي قوة إضافية لمطلب النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين بأننا لسنا أمام جريمة واحدة بل أمام سلسلة من الجرائم المتكررة، وهذا يعني ربما يكون دافعا إضافيا لعدم تمكن الجنائية الدولية من التهرب من مثل هذه القضية، وبالتالي فتح تحقيق مطول في مجمل القضايا الثلاث التي قدمت خلال العام الماضي. نعم سيد عمر نزال الأمين وعضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين، أشكرك جزيلا على كافة هذه الإيضاحات.